بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم بناء على طلب من بعض حبايبنا المشتركين عن اسباب نحافه الوجه وطرق نفخ خدود الوجه بالوصفات الطبيعيه ونصائح وارشادات لوجه مشرق ونضر طوال اليوم. من اكثر الامور التي تثير انتباه الفتيات والنساء على حد سواء حجم خدود الوجه، فالسائد والمعروف ان الخدود البارزه احدى مقومات الجمال لدى الانثى لما تعكسه من الصحه والحيويه والنضاره وعلى الرغم من توفر العديد من مستحضرات التجميل التي من شأنها ان تزيد من حجم الوجه وتمنحه امتلاء واكتمالا الا انها تعتبر وسائل غير امنه على البشره احيانا وللتمتع بخدود سمينه ومنفوخه وباقل التكاليف سنتحدث في هذا الفيديو عن طرق نفخ الخدود بالوصفات الطبيعية، ولنتحدث أولاً عن أسباب نحافة الوجه. من أبرز الأسباب المؤدية لجعل الوجه يبدو أكثر نحافة هو التعب والإرهاق والقيام بمجهود شديد، والإكثار من وضع مستحضرات التجميل على الوجه وخاصة تلك التي تكون مجهولة المصدر والغنية بالمواد الكيميائية. وقلة تناول الفواكه والخضروات التي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية والتي تعود بالفائدة على الوجه والبشرة بشكل عام. أيضا قلة شرب الماء الذي يؤدي إلى جفاف البشرة وشحوبها. أيضا عدم القيام بالتمارين الرياضية وخاصة تمارين الوجه. نقصان بفيتامينات ضرورية للجسم وللبشرة طبعا كفيتامين A وفيتامين C، أيضا يؤثر كثرة السهر اليومي والمستمر وعدم الحصول على قدر كاف من النوم وكثرة التوتر والتعرض للضغوطات النفسية الشديدة بالإضافة إلى الإصابة باضطرابات نفسية كالاكتئاب او النهام العصبي الذي يبدا به الامر بالافراط في تناول الطعام وينتهي بتقيؤ ما يتم تناوله، فلا يستفيد الجسم من الطعام الماكول، ايضا الخضوع للعلاج الكيميائي، ايضا اتباع نظام غذائي غير متوازن ويركز على مناطق معينه بالجسم دون غيرها، واتباع انظمه غذائيه قاسيه للتنحيف، فتسبب خساره كبيره بدهون الوجه ومن هذه الرجيمات الرجيم الكيميائي الذي يسبب فقدان الكثير من العناصر الغذائيه الضروريه لصحه الجسم وهناك ايضا اسباب وراثيه تؤثر على الوجه وتجعله اكثر نحافه وشحوبا حبيبنا نكتفي بهذا اليوم في هذا الفيديو وسنتحدث في الفيديو القادم إن شاء الله عن أهم الوصفات الطبيعية لنفخ الخدود نتمنى للجميع دوام الصحة والطمأنينة ومثل العاده بننتظر رايكم وتعليقكم على هذا الموضوع، وإذا في أي استفسار أو سؤال أو اقتراح يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله، كما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله، دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.